موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. غارة روسية تستهدف بالصواريخ الفراغية محيط النقطة التركية على أطراف بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي. الدفاع المدني السوري يقول إن فرقه نقلت 6 حالات وفاة بينها 5 نساء من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية، إضافة لنقل 50 مصابا بينهم 4 أطفال و 27 امرأة إلى مراكز ومشافي العزل. غرفة القيادة الموحدة عزم تعلن أسر عنصر من قوات النظام على جبهة كفر خاشر بريف حلب الشمالي. التوصل لاتفاق بين وجهاء العشائر والنظام وروسيا يقضي بإجراء عملية تسوية لعشرات المطلوبين من أهالي بلدة اليادودة غربي درعا ودخول قوة عسكرية برفقة الشرطة الروسية ووجهاء لتفتيش منازل في البلدة. منظمة الصحة العالمية تقول إنها سجلت 3400 حالة انتحار في سوريا خلال 8 سنوات الأخيرة. وفاة الشاعر نادر شاليش صاحب قصيدة أرسلت روحي إلى داري والمنحدر من بلدة كفرنبودا بريف حماة عن عمر ناهز 81 عاما في أحد المشافي التركية.